يا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج جديد وفريد من نوعه واسمه صحصح. معكم الاستاذ الرحال البرنامج هذا عباره عن مسابقه ولعبه، وهي مسابقه تركز على المهارات اللي حنحتاجها في القرن ال21 عشان نوصل لاهدافنا. ومعانا اليوم في المسابقه فريد دردشه، الاستاذه تولين. اهلا وسهلا تولين. وانا الاستاذ معاوية. يا استاذ محمد. اوكي شاطرين. ومعانا فريق الوحوش. عرف باسمك يا استاذ. استاذ عبد المجيد. والاستاذ مونسيو عمرو. يا اهلا وسهلا. عندنا 10 اسئله، كل سؤال يغطي مهاره معينه، طيب؟ ولما اسال السؤال، طيب؟ عندكم 90 ثانيه تفكروا فيها على الجواب. اللي يحسب انه يعرف الجواب الصح يضغط البزر هذا. اللي جاوب الجواب الصح حيكسب 1000 ريال، واللي جاوب غلط صفر. لكن خلينا نقول انه هم جاوبوا الجواب الغلط، انتوا عندكم فرصه انكم تجاوبوا الجواب الصح، لكن ما حتقدروا تجاوبوا غير لما ايش؟ تضغطوا البزر. طيب اذا جاوبت الجواب صح حتاخذوا 500، وإذا جاوبت الجواب غلط حيكون عندكم ناقص 2000. طيب هتقعدوا تجمعوا الفلوس لين توصل لكم الجائزة الكبرى 10000 ريال. ايوه اعتبروها مليون. طيب والحلو في الموضوع ايش؟ انه لما توصلوا للمبلغ الاخير اللي هو مثلا 10000 تقدروا تختاروا جمعية معينة تتصدقوا بيها بنفس المبلغ. يعني مثلا ايوه صح. ايش الجمعيه اللي تختاروها يا فريق دردشه انتم؟ اختار جمعيه اسمها جمعيه احياء. جمعيه احياء. جمعيه احياء هذه جمعيه ايش بالضبط؟ هي جمعيه تساعد على ترميم مدارس في مناطق فقيره. جمعيه عون. جمعيه عون هي جمعيه خيريه غير ربحيه. ايوه تساعد الاشخاص ذو الاعاقه الذهنيه وتعتبر يعني مسانده لهم. جاهزين للسؤال الأول؟ جاهزين. العشرة أسئلة بتنقسم لثلاثة أقسام رئيسية، اللي هي الابتكار والتعلم، الثقافة الرقمية، والعمل والحياة. حنبدأ الآن بالقسم الأساسي أو الأول اللي هو الابتكار والتعلم. واسم السؤال قوة الملاحظة. جاهزين يا أستاذ؟ جاهزين. طيب حأديكم شوية معلومات قبل السؤال. شخصية شيرلوك هومز هو شخصية تعتمد على قوة الملاحظة، واستلهمت هذه الشخصية من الجراح الإنجليزي جوزيف بيل. حنشوف دحين صورة، والصورة هذه حتشوفوها لمدة 15 ثانية. جاهزين؟ عندكم 15 ثانية. خلصت 15 ثانية. كم هليكوبتر موجود؟ ما كملت السؤال. الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة يا أستاذ محمد. أيوة واحد. الجواب غلط. واثقة من نفسك كمان ها؟ لازم. عندك ترى فرصة إنك تجاوب. ايوه ولا فكروا. يا استاذ الاجابه الصحيحه هي ايوه هليكوبترين. هليكوبترين متاكد؟ ايوه. وجوابكم صح يا استاذ. ايوه عندكم 500 ريال وانتم ما عندكم ولا قرش احمر. وحوش يلا خليكم حمد. وزي ما قالوا العباقره الوحوش عندنا هليكوبترين، واحد فوق واحد. شفتي بس اللي فوق؟ بس شفت اللي فوق. يلا الحين حنروح للسؤال الثاني، الابداع. واسم السؤال كم شغله؟ حاوريكم صوره حاجه بعد شويه، طيب؟ حتقولوا لي او حتحاولوا تبتكروا او تخترعوا استخدامات متعدده للشيء اللي حوريكم هو، والفايز اللي حيوريني استخدامات اكثر. يلا جاهزين؟ جاهزين. ورانا الصاره.
مطلوبة ليش ما بتكتبوا؟ يلا وصلتوا خمسة انتم كم انتم؟ أربعة؟ هذه أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة وباقي من الوقت؟ باقي من الوقت 30 ثانية، 30 ثانية ممكن نتلحلح؟ ها؟ ترى عندهم استخدامات كثير. باقي من الوقت 10 ثواني. خلص الوقت. في صفحة ثانية؟ طيب انت حطيتوا البناء وجسور الجسور هذه من حرف السين هو هذه من المهارات اللي لازم تتعلمها في اللعبة طيب فرن اوكي حيطان يا سلام هذه أربع إجابات مختلفة تحسبوها إجابات مختلفة لكن في الحقيقة هي عبارة عن إجابة واحدة سوري لكني من وتشمني في النهاية هذا تشمني صح حتى لو ما تعرفوا بالعربي لكن صح الصراحة فرن وجاتني معلومات من المخرج انه حتى تشمني بناء فهذا معناته عندكم إجابة واحدة فرن بناء؟ ايوه ها ايش؟ طيب يلا عندكم انتوا بناء كسر نوافذ شايفين الابداع ميزان؟ ايوه اوكي ميزان حلو ثلاثة ضرب وزن ايش؟ بيانو وزن بيانو يعني ميزان ميزان يعتبر عشان تقدر تعتبرها تقدر ايش؟ تستعملها كوزنية واحدة اوكي طيب سيارة لعبة ايوه تحط تحتها كفرات كيف تلعبوا؟ طفولة صعبة بالعكس طفولة جميلة هذول شكلهم اطفال ايباد شكلهم ما هم عارفين طيب شكل كيكة؟ ايوه ليتر ليتر بتبدأ بطريقة مختلفة. جو. وإيش هذه؟ مكان شواء. مكان شواء. أوكي وتبقالات في النهاية ميزان. ميزان. فأيوه. عندكم دحين 1500 ريال وإنتوا عندكم ولا ريال مبسوطين؟ إيش إيش؟ ممكن. حنفوز ان شاء الله ان شاء الله ما يفوزوا طيب السؤال الثالث عباره عن كلمه وابغاكم تقولوا لي ايش معناتها كالعاده احاول لكم السؤال وحتبدا 90 ثانيه حلو جاهزين جاهزين طيب ما معنى كلمه مثعنجر بدأت التسعين ثانية مثعنجر أحط لكم هي في جملة مفيدة لو سمحت أوكي علمي إلى علمه كالقرارة في المثعنجر إيش؟ بالإنجليزي مرسي؟ لا علمي إلى علمه كالقرارة في المثعنجر إيش معناته؟ معناته بيعمل comparing للعلم حقي يعني العلم حقي بالنسبة للعلم حقه لا كله هناك كله فيا العلم حقي بالنسبة للعلم حقه زي القرارة للمتعنجر باقي 30 ثانية يلا يلا يا وحوش باقي 10 ثواني المتعنجر علمي إلى اللي حيجاوب أول جواب ما حيخسر الجواب الصحيح هو ها بالبليز اديني حاجة قريبة وانا حاساعدك أوطى نقطة في البحر مثل اوشن ترانش يعني أوطى نقطة في البحر غلط أنا آسف غلط هو وسط البحر قربتوا وأنا حقيقي مبسوط منكم أنتوا أنا مني منكم حتى ما حاولتوا أنتوا لسه 1500 وأنتوا لسه المتعنجر هو وسط البحر خلصنا الآن القسم الأول من الأسئلة ووصلنا للقسم الثاني اللي هو الثقافة الرقمية
90% من المعلومات اللي عندنا تم اكتسابها من ايش؟ ايش تتوقعوا؟ من غير ما تتوقعوا من الانترنت. حاقدم لكم الان حقائق عن حاجة معينة، هدي لكم لستة، حوصف لكم شيء معين، وبعد ما اخلص اللستة هذه ابغاكم تقولوا لي انا بتكلم عن ايش؟ الشيء اللي بتكلم عنه بدأ في 2009. طيب؟ في 1.5 مليار مستخدم، 1 مليون مستخدم جديد يومياً. المؤسسين كانوا موظفين في شركة ياهو، ممنوع في 12 دولة بسببه أتغير مفهوم التواصل. وآخر معلومة، وضع أحد المؤسسين على مكتبه ورقة مكتوب عليها بدون إعلانات والأبد. يلا نبدأ 90 ثانية. لا ما قلت لك أعمل سيرش. يلا عندكم المعلومات هنا طلوا فيها، وقفوا دردشة. يلا يا وحوش. يا أستاذ محمد شكرا. الجواب الصحيح هو أدلوك. أدلوك. أدلوك؟ غلط غلط، أتكلم معكم بعدين. زي ما اتفقنا ايش نقول؟ الإجابة الصحيحة هي أيوة الواتساب. الواتساب في مستخدم يوميا 1 مليون. متأكدين من إجابتكم؟ مو زي الإجابة الضعيفة هذه؟ والإجابة صحيحة أعزائي المشاهدين. يس يس، أرقصوا الآن. وصلوا ل2000 ريال وانتوا لسه ولا ريال. السؤال الخامس، واسم السؤال ابحث، فهذا معناته تقدر تغش. طيب طيب، حاوريكم الان صوره، والصوره من يوم ما اوريكم هي حتبدا 90 ثانيه. حاوريكم الصوره الان، ومن يوم ما اوريكم الصوره حتبدا. جاهزين؟ جاهزين. لا انتم انتم جاهزين الصراحة، بس طيب. جاهزين انت يا حبيبي؟ جاهزين. يلا 1 2 كو. قالوا في الصورة كويس، شوف التفاصيل، شوف مقاسها بالنسبة لرجله. ايش حتكتبوا في السيرش؟ انا ماني شايف انها 3 ويلز الصراحه. كاتب لي هذا 3 عجلات. هذه 3 عجلات دحين. الله يخليكم، باقي لكم 30 ثانيه. باقي لكم 25 ثانية. يا استاذ. الإجابة الصحيحة هي أيوة روبوت توصيل الأكل في أمريكا. والجواب صحيح يا أعزائي المشاهدين. فريق الوحوش صاروا 3000، وانتم ما شاء الله لا قوة الا بالله نستحقكم على الصغير. الجواب هو جهاز توصيل طلبات من المطاعم والسوبر ماركت للزبائن في بيوتهم. هذا البرودكت ابتكرته شركة دور داش، وهو الان ما يزال في النسخة التجريبية، ويستطيع الجهاز حمل بضائع حتى 10 كيلو. يلا وصلنا الان للسؤال السادس. اسم السؤال، كلمات القرن 21، وحأحقد عليكم إذا ما عرفتوا الجواب، لأنه I think it's up your alley ولا شيء زي كذا. خلينا نشوف المعلومات اللي حاعطيكم هي: المعجم الإنجليزي أوكسفورد أضاف 20 كلمة جديدة على قاموس اللغة الإنجليزية. كل هذه الكلمات تم استخدامها أو استحداثها أو تعديلها بعد ظهور الإنترنت.
هذا السؤال حاسألكم فيه عن كلمة جديدة من كلمات القرن 21 وأوبيسلي الكلمة حتكون بالإنجليزي. إيش هي الكلمة؟ ومن يوم ما أسأل السؤال ما هو معنى كلمة كريبتو كورنسي؟ لا يا شديد لا دقيقة. الجواب الصحيح هو عملة رقمية يستخدمها الناس لتبادل الأموال حول بلوكتشين. شكله صح شكله واثق. ليه؟ عشان الواثق طبعا كان واثق في الأجوبة كلها. هذا حتى لو غلط هو صح. لا اخنعني. اكتبوا لهم جوابهم صح. جوابكم صح. أمامكم تركوا تسوى أي حاجة. ايوه اخيرا صاروا 1000 و3000 ويا رب يا رب تتهزموا في النهايه يا رب. السؤال السابع واسم السؤال هو ايش هذا الصوت؟ اوكي حاشغل لكم الان 5 اصوات. طيب عادة في كل جواب انتم بتدوني هو بتاخذوا 1000 ريال مرة واحدة يعني اخذتوها، لكن عشان دحين عندنا 5 اصوات فكل صوت عليه 200 ريال والصوت الواحد عندكم 15 ثانية. طيب الصوت الاول الجواب الصح هو بريد الكتروني يرسل عبر جوجل. عبر جوجل او عبر الانترنت؟ انترنت. صح 200 ريال. ما عمركم سمعتوا الصوت هذا؟ ما عمركم رسلتوا ايميل انتم؟ خلاص واتساب. يلا طيب الصوت الثاني. مطر. الإجابة الصحيحة هي صوت مطر. غلط غلط. تفضلوا عندكم فرصة. 5 ايوه يلا يلا يلا. المغسلة. الإجابة الصحيحة هي الإجابة الصحيحة هي المغسلة. الإجابة الصحيحة هي مغسلة. للأسف غلط. وحتنقصوا كم؟ 400. يس. فالسكور حقكم صار من 1200 ل800 والجواب الصحيح هو صوت اللحم المقدد لما بينشوي او لما بيطلع. يلا الصوت الثالث تفضل يا استاذ. حوت. يا سلام عليك يا سلام. غلط ما هو حوت. أكيد؟ أكيد. مرة يعني ما هو معروف؟ أضغطي. الجواب الصحيح أول هو صح. صح شلتها يا عزيزي. شكرا لكم شكرا. السكور حقكم الآن 900. حلو. الصوت اللي بعد تفضل يا استاذ. الصوت الرابع. تفضل يا استاذ. بركان. الإجابة الصحيحة هي حمم بركانية زي ما قال الوحش رقم 1. والإجابة الصحيحة هي بركان. صح عندكم 200 ريال. لا تصفقوا لهم. طيب وانتم وصلتوا 3200 وانتم 900. باقي الان اخر صوت اللي هو الصوت الخامس. اتفضل يا استاذ. ولا حتى كمان فكرتوا؟ تليفون قديم. والجواب الصحيح هو التليفون القديم. صح. يا سلام عليكم. ادوني رقصة ادوني رقصة.
الو الو وصار السكور حقكم 3400 وانتو 900. خلصنا الان من قسم الثقافه الرقميه وصلنا لاخر قسم معانا اليوم اللي هو العمل والحياه. اسم السؤال هو فين تشتغل؟ حاجيب لكم ثلاثه على اساس انهم طباخين او شخص، كل واحد فيهم حيدي كده نقطه صغيره عن نفسه. طيب كطباخ انتوا حتقولوا مين فيهم الصادق، لانه اثنين منهم كذابين. بعد ما يخلصوا الثلاثه كل فريق عنده سؤال لكل واحد فيهم، ثلاثه كل واحد يسالوا سؤال. بعد ما تخلصوا الاسئله هتبدا ال 90 ثانيه عشان تقعدوا تفكروا فيها مع بعض وتدردشوا انتوا وحوش. طيب وتقرروا مين فيهم هو الشيف الحقيقي. اهلا وسهلا. صفقوا ايوه يا اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا اسمي لين وأحب الطبخ من زمان، من لما كنت صغيرة كنت أساعد ماما في المطبخ، وكبرت وجربت كذا وظيفة ما ناسبتني، فقررت أرجع لعشق الطفولة وفتحت مطعمي الخاص. أنا اسمي أحمد، لي فترة طويلة في عالم الطبخ، اشتغلت في مطعم قبل كده فترة طويلة، لين صرت قريب من عالم الطبخ، فشفت إنه عندي شغف إنه أنا أصير شيف، حسيت نفسي قريب من الموضوع ده. الين تعلمت الموضوع وصرت قريب من المطعم وصرت الشيف حق المطعم اللي كنت اشتغل فيه. اسمي فؤاد، مع امي نفس زي قصه لين، من وانا صغير في المطبخ. كنت ابغى ادرس هندسه معماريه بس اضطريت انه ارجع ولقيت نفسي بشتغل في مطعم الين ما قدرت اسس البراند حقي، وهذه قصتي مع الطبخ. عندكم سؤال لكل واحد، تفضل. تعرفوا كريم طبعا؟ ويب كريم. اكيد كل احد يعرف الويب كريم. طيب لو بتخصصيها بيدك كم بتدوق تقريبا؟ دقيقتين ونص ثلاثه. اوكي خلص السؤال الاول. السؤال الثاني، ايش معنات الباستا لما تكون الدنت؟ انه هي يبغى لها وقت قبل ما تحطيها مع المكونات حقتها. الاخير ايش الفرق بين البيكنج باودر والبيكنج صودا؟ البيكنج سودا ليها عدة استخدامات انه تقدر تبيض فيها مكونات معينة، والبيكنج باودر اسمه اكشوال باودر تقدر تستخدميها في الخبز، الاثنين استخدموا في الخبز بس هذه ليها استخدامات ثانية للطبخ وهذه ليها استخدامات أكثر في الخبز. تفضلوا أنتوا. السؤال يقول ايش السيجنشر الطبق المفضل عندك تعرفي تطبخيه؟ باستا بكل أنواعها. هل في مسمى لطبق معين؟ فوتوتشيني. اللي بعده، كم مقدار الصوص اللي بتحطها على السباجيتي؟ على حسب الكميه اللي انت بتسويها. صحن الاندفجوال الواحد يعني ملعقه الى ملعقه ونص كبيره. يلا السؤال الاخير، ايش الطريقه الافضل لطبخ الجمبري؟ يعتمد على الطريقه اللي انت تحبها اكثر، بس بالنسبه لي الطريقه المفضله حبه يكون سيزن او بان فرايد. بدأت الآن التسعين ثانية، دردشوا انتوا مع بعض شوي وانتوا هدوا. يلا اوه ما لحقتوا تدردشوا على آسف. يلا شيف. الإجابة الصحيحة هي ايوه هذا الشيف. هذا الشيف ايش اسمه؟ هم اول واحد عيب ترى تأشر بأصبعك بس اسمه فؤاد على فكرة. فؤاد. طيب الشيف فؤاد الأجوبة حقته فيها ديتيلز أكثر منه. طب يعني لما قال لك إنه الكمية حقت الصوص هذه ما ناسبتك؟ سباجيتي يسووها هي انت اللي سالته بس وات ايفر. المهم فجاه قررت انه اعطي لهم فرصه. ايش تشوف الجواب؟ الجواب كمان الشيف فؤاد. بالنسبه للشيف فؤاد اذا هو صح ولا غلط فهو صح. يس 500 هنا و500 هنا وشكرا لكم ايها الكذابين انتوا الاثنين، كان تمثيلكم جدا محترم وشكرا لك يا شيف فؤاد. لو سمحت لازم تعزمنا بعدين. طيب خلصنا الان السؤال الثامن والسكورز بالنسبه لفريق الوحوش هي 3900 ريال وليكم انتم 1400. شاطرين الصراحه. لازلنا في القسم الاخير واسم السؤال نفس الحرف. ايش حيصير؟ حيكون معايا الان صحن وفيه حروف. حرف كذا. طيب
بعد ما اختار الحرف حتكتبوا انتوا اسامي دول لنفس الحرف. دول مو مدن، دول. حلو؟ واللي عنده طبعا اسامي اكثر هو اللي حيفوز، لكن اذا جبتوا نفس الاسم حيتكنسل، حيتكنسل الاسم ده. واضح؟ يلا. شكرا يا استاذ. نكتب؟ طيب هنا الحروف. احنا حقعد اسوي زي كذا، ولما اختار الحرف واقول لكم ايش الحرف حتبدا ال 90 ثانيه، وعندكم طبعا حتكتبوا الين نهايه ال 90. يلا حرف السين. حرف السين. يا سلام يا سلام. اسرع بليز اسرع. عندنا 60 ثانية يا اصدقائي. 40 ثانية. 40 ثانية. مصحصحين؟ ايوه حط يدك على يدك عشان لا تسمعين. 25 ثانية. 10 ثواني قربنا نخلص. 5 ثواني. 5 4 3 2 1 انتهى انتهى. شكرا يا استاذ. اوه ما شاء الله. تورونا دحين الابداع زي اول. طيب شكرا يا استاذ. اوكي ما شاء الله. انتوا عندكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وانتوا عندكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يا الله. فريق دردشة عندهم أول شيء سريلانكا، سوريا، سنغال، سيشل. الدولة؟ دولة ولا مدينة؟ ولا جزيرة؟ دولة. أوكي. طيب سنغافورة، صربيا، هذه بالإنجليزي، بالعربي صربيا. حنشيل صربيا. سلوفينيا صح. سلوفاكيا برضو صح. واسكندنافيا. سو عندكم دحين 7. حلو. انتم سوريا كانسل. سوريا كانسل. السودان ما عندكم. طيب سويسرا برضو ما عندكم. حلو. سنغال كنسل كنسل. سنغافورة كنسل كنسل. ساوث كوريا. لا 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 كنسل. لا لا كنسل كنسل كوريا. لا. طيب السعودية وسكوتلندا وساوث أمريكا. صار انتو دحين عندكم السودان وسويسرا والسعودية وسكوتلندا. سكوتلندا 4. وانتوا عندكم سريلانكا وسيشل وسلوفينيا وسلوفاكيا. 4 معناته 4 4 معناته حنتقاسم 500 هنا و500 هنا. يا سلام عليكم. يا سلام. طيب تفضلي. والسكور الان صار 4400 لفريق الوحوش و1900 لفريق دردشه. وصلنا الآن للسؤال العاشر وهو آخر سؤال عندنا في الحلقة، واسم السؤال شغل مخك. حيكون عندنا الآن 3 طاولات وحيكون عليها أشياء وحقول لكم إيش تسووا. طيب إيش اللي مطلوب منكم دحين؟ زي ما أنتم شايفين عندنا كاسة وعندنا ورقة كوتشينة وعندنا قرش وعندنا عندنا شيء أبيض. طيب ايش المطلوب منكم؟ انه تدخلوا الكوين او القرش جوة الكاسه من غير ما تلمسوه ولا شيء. اسم الفقره شغل مخك. كل فريق حيختار واحد اللي هو حيحل اللغز هذا، ولما اقول يلا حتبدا 90 ثانيه، ما حيكون في بازل. طيب بس انكم تتعاملوا وتحلوا
اللغز هذا. الوحوش عندهم 4400 وانتو عندكم 1900. شايف شايف هذول اللي مبسوطين وانتم انتم مبسوطين. جاهزين؟ جاهزين جاهزين. يلا غير ما تلمسوا ولا شيء. كل الكاسات ولا كاسة معينة؟ لا لا انتوا عندكم كاستكم وانتوا عندكم كاساتكم. جاهز يلا يلا خشوا. انا اخش؟ اي اللي انتوا اللي نختار واحد فيه. يلا مين ترشحوا انتوا حيحل اللوكس؟ من غير ما تلمس ولا شيء يا استاذ. اختاروا واحد فيكم. الوقت بلش؟ بلش طبعا وباقي 60 ثانية. أمس يا أستاذ. يلا ممكن نسوي يمكن أستخدم دي؟ إيش دخل؟ لا يا شيخ قلت من غير ما تلمس ولا شيء. أنت اللي حتحلها؟ أنا ححلها. يلا ورينا باقي 30 ثانية. ما أبغى أتكلم معاكم أكشلي وخر. من غير ما تلمس ولا شيء. غير ما أسوي ولا شيء. كانت الرولز جدا واضحة. أكس لمس. عشرة ثواني. جرب زيه. يلا. لا. لمس طولة كمان. يلا خمسة ثواني. خف الورقة. خمسة. خف الورقة بس. أربعة. ثلاثة. عليكم. يا ربي علي أنا مرة حزين عشان والله مرة حزين. أنت فرحانين. ايش الفن هذا؟ كيف عرف؟ That's crazy. جرب. شافنا. وصلنا الآن لنهاية الحلقة، وألف مبروك لفريق الوحوش اللي فازوا بخمسة آلاف وأربعمائة ريال وقرروا يتبرعوا بنفس المبلغ لجمعية العون. والله شكرا لكم انتم من قلبي اقسم بالله مرة انبسطت معاكم. ألف مبروك لفريق الوحوش. كان معاكم الأستاذ الرحال محمد باجدال وفي برنامج صح صح. شكرا لكم وشكرا للمتابعة.